السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعين قناة ميديا سوفت. رجعت لكم تاني بفيديو جديد، وفيديو النهاردة إن شاء الله هيكون عن إزاي أقدر أمسح الملفات أو الفولدرات اللي مش راضية تتمسح، اللي غير قابلة للحذف. بس قبل ما أبدأ في الفيديو لازم تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك أجدد الفيديوهات. ويلا نخش في الشرح. أول حاجة عندنا اللي هي أو أول حاجة في طريقة سهلة جدا، اللي هي الطريقة اللي احنا لازم يكون عندها برنامج ال RAR. لا يعني هسيب لكم رابط اسفل الفيديو، لازم يكون البرنامج ده عندكم عشان نقدر اللي هنحذفه. وطبعا دلوقتي هنيجي عشان نعمل له حذف من هنا، كليك يمين بعدين اختار ديليت، اهو بيجي لنا المشكله دي. فطبعا حل المشكله دي هيكون بالشكل ده، هنطلع كده ونيجي هنا كده نحدد الملف ده ونتك على كليك يمين ونيجي على كلمة add to archive. بعد ما نتك على كلمة add to archive، اهم خطوة دي بقى عشان تنجح معانا الطريقة، واللي هي نتك على delete files after archiving عشان يتحذف معانا اهو، وهنتك على اوكي. فبالشكل ده كده هيطلع لنا برنامج، هيطلع لنا هنا ملف كده winrar نقدر ان احنا نعمل له استخراج تاني. بس طبعا بعد ما بيحمل معانا كل اللي هنعمله بنيجي ونعمل له حذف على طول، وهتلاقي الملف اتحذف على طول بطريقه سهله وبسيطه. وبعد ما بيخلص معانا اعزائي المتابعين اهو، هنلاقي هنا ملف اهو زي ما انتم شايفين كده، الملف معانا اهو. فدلوقتي كل اللي هنيجي نعمله بنحدده كده بالشكل ده، ونيجي عادي نعمله ديليت من هنا، وبالشكل ده تم حذف الملف بنجاح اهو. الملف مش موجود على سطح المكتب وكده، الملف اتحذف بطريقة شغالة 100%. اتمنى لو كان النهاردة شرح النهاردة عجبكم. وقبل ما اختم الفيديو لازم تنزل تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اجدد الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.